السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أعزائي التلاميذ المستوى الثالث ابتدائي، مرحبا بكم اليوم في درسنا الجديد اللي هو المثلثات. خلال هذا الدرس سنتطرق إلى معرفة ما هو المثلث وما أنواعه. سنبدأ أولا بما هو المثلث. المثلث هو شكل هندسي، وشكل هندسي مثل المربع والمستطيل اللي تعرفنا لهم في الدروس السابقة، المربع و المستطيل. كذلك المثلث فهو شكل هندسي. فرق بينه وبين المربع والمستطيل أن له ثلاثة أضلاع. واضح أنه ثلاثة أضلاع. هو مضلع ثلاثي، بينما المربع والمستطيل فهو مضلع رباعي. إذن أي شكل هندسي له ثلاثة أضلاع فهو مثلث. مفهوم؟ الآن سنتعرف إلى أنواع المثلث. في الأصل هناك خمسة أنواع للمثلث، لكن خلال هذه السنة فقط تتعرفون إلى ثلاثة أنواع، وهي الأنواع الرئيسية والمهمة في المثلثات. مفهوم؟ أولا لنا مثلث له أضلاع متقايسة، مثلث RBC كما تشاهدون هنا له أضلاع متقايسة، RB إيجالا BC إيجالا CA، يعني RB تساوي BC تساوي CA. دونك أي مثلث له أضلاعه بثلاثة متقايسة فهو نقول عنه أنه مثلث متساوي الأضلاع. بالنسبة للنوع الثاني فهو مثلث له ضلعان متقايسان، كما تلاحظون تما له ضلعان متقايسان، RP إيكال RC. دونك نقول أن هذا المثلث متساوي الساقين في A، في النقطة A. إذا كانت CA تساوي CP نقول بأن هذا المثلث متساوي الساقين في C. إذا كانت له PC تساوي CA، يعني PC تساوي PA، نقول أن هذا المثلث متساوي الساقين في P. مفهوم؟ يعني أي مثلث له ضلعان متقايسان فهو مثلث متساوي الساقين. والنوع الأخير هو مثلث قائم الزاوية، مثلث ABC قائم زاوية. أي مثلث له زاوية قائمة، يعني A يعني زاوية PAC أو لا ABC أو لا CPA، يعني ABC أو CPA، فهي تساوي 90 درجة هنا، إذن فهو مثلث قائم الزاوية في P. مفهوم؟ يعني أي مثلث له زاوية قائمة فهو مثلث قائم الزاوية في تلك النقطة التي بها قائم الزاوية. وهناك خاصية أخرى، أي مثلث قائم الزاوية فله ضلعان متعامدان، نعلم أن التعامد يحقق لنا زاوية قائمة. مفهوم؟ نعيد من الأول. عندنا ثلاث أنواع للمثلثات. المثلث له أضلاع متقايسة نقول أنه مثلث متساوي الأضلاع، يعني جميع أضلاعه متقايسة فهو مثلث متساوي الأضلاع. إذا كان له ضلعان متقايسان نقول أنه مثلث متساوي الساقين. إذا كانت له زاوية قائمة نقول أن المثلث قائم الزاوية. مفهوم؟ هذا هو الأنواع التي سنتطرق لها خلال هذه الدرس أو خلال هذه السنة. هنا بعض التعابير فرونسي. مثلث تريونغل، هناك مثلث يكون مختلف أضلاع، يعني مثلث الأضلاع ديالو مختلفة، يعني غير متقايسة غير متساوية ليس له زاوية قائمة، نقول أنه مثلث عادي مختلف أضلاع، كيل كومب تريونغل كيل كومب. مثلث متساوي الأضلاع هو تريونغل إيكيلاتيرال. مثلث متساوي الساقين تريونغل إيزوسيل. مثلث قائم الزاوية هو تريونغل ريكتانغل. فقط يتبقى لنا إنجاز تمارين الصفحتين 94 و 95 من الكتاب المدرسي، فهي تمارين توليفية وترييدية تطبيقية لهذا كل اللي شفناه خلال هذا الدرس. فقط هي تمارين تطبيقية وتوليفية. في الأخير كما العادة نختم بالدعاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وارفع عنا هذا البلاء واحفظنا يا رب. أعزائي التلاميذ نصيحة، الزموا بموتكم، الزموا بموتكم، وشكرا.